قالت مروان يفاجئهم بهذا الخبر، وأن رين بيوتي تغني لخطيبها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع غيث مروان، حيث صرح انه عنده سفرة الى مصر وفي ايفنت ثاني طلبوا منه انه يحكي. وصرح غيث مروان انه في اخر جائزة تسلمها في نيكولوديان كان كتير متلبك وما عرف شو يحكي، وكان مجهز كتير كلام وما حكى منه ولا شيء. وصرح غيث مروان انه عنده فوبيا على المسرح انه يحكي قدام الناس. اليوم الجاي عندي ايفنت فالدنياني اطلع احكي فيهم، في وحدة هون وفي وحدة بمصر. مش قادر، عم بعتذر، عم بقول له سوري مش قادر احكي، ما بقدر احكي، ما بعرف، بتلبك بضيع يعني. كيف انا بحكي قدام الكاميرا برتاح، بس اول ما تحطوني قدام ناس وكلهم عم يطلعوا علي بضيع. نمر الى نارين بيوتي اللي شاركت مجموعتنا الستوريات في السيارة مع خطيبها رامي. كانت عم تغني له احدى اغاني الفنانة اصالة، يا مجنون مش انا ليلى، بحبك بس مش ايلى. ويذكر انه نارين بيوتي كتير من جمهورها عم يشبهوها بالفنانة اصالة.